عشان احنا مش زي بقى عندنا الحلاوة دي زي بقى عندنا إحسان عبد القدوس ونجيب محفوظ وتوفيق الحكيم ويوسف إدريس وبهاء طاهر وكل يعني مش عايز أنسى حد كل العظمة دي وصنع الله إبراهيم ويعقوب صنوع وإزاي بقى عندنا الحاجات دي يعني إيه ما إحنا كمان ما ابتدناش النهاردة يعني مصر دي اولا انا بتمنى لهم كل التوفيق وكلهم زملاء اعزاء وانا اخر واحد انضميت للفيلم على فكره هم كلهم كانوا قبلي موجودين في الفيلم وهم حلوين قوي 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 ان شاء الله هتستمتعوا بيهم في الفيلم في بعض الافلام كده يعني في بعض الافلام كده وبس اهل الكهف يستاهل معارك كبيره جدا ضخمه جدا معارك كل معركة ليها ستايل خاص تدريبات كتيرة قوي لازم كان نعملها ظروف تصوير قاسية جدا إما بتبني ديكور كبير بياخد وقت طويل إما بتسافري بلد تانية بتقعدي فيها وقت طويل إما أنت محتاجة معاينة البلد دي قبل السينما مش سهلة يعني دايما أقول الخيرة فيما اختاره الله زي رسالة الإمام أو آه. أحيانا ده بالذات موجود في التلفزيون إنه أود إن إحنا نبقى بنكتب السيناريو كاملا الأول وبنحضر بدري شوية لأنه بالتأكيد هنعمل أحلى يعني بالتأكيد لما كان بيطلع الراية البيضة وعصفور النار والكلام ده وحديث الصباح والمساء كان بيبقى السيناريو كله مكتوب